ما يجعل العملات الرقمية طريقة مجهولة الهوية وكذلك الأكثر أمانا لتحويل الأموال اليوم هو مبدأ اللار مركزية الذي يشكل محور العملات الرقمية، فضلا عن عدم وجود وسطاء على هيئة بنوك ومؤسسات مالية أخرى. ومع ذلك فإن الوجه الآخر للحرية لا يزال يتمثل في خطر فقدان الأموال. توكن ألتيما مدعوم بواسطة سمارت واليت، وهي محفظة كريبتو حديثة تتمتع بمستوى عال من الأمان. المحفظة محمية من الاختراق، لذا فإن تخزين التوكنز في سمارت واليت يتمتع بقدر كبير من الأمان. ومع هذا حتى تقنيات حماية البيانات الأكثر تقدما لن تصبح قادرة على حماية أموالك إذا لم تلتزم بقواعد أمنية بسيطة ولكنها مهمة. في دليل إرشاد هذا سنتحدث عن هذه القواعد عليك الالتزام بها لتأمين أموالك ولكي تجعل عملك في سوق الكريبتو إيجابيا بأقصى قدر ممكن. أولا قم بتعيين كود PIN للدخول إلى المحفظة واضبط Face ID أو Touch ID حتى لا يتمكن أحد غيرك من الدخول إلى المحفظة. للقيام بذلك انتقل إلى قسم Settings الإعدادات في التطبيق الخاص بك، ثم في قسم Security اختر كود PIN وانقر فوق شريط التمرير لتعيينك في كود PIN المكون من 6 أرقام في محفظتك وانقر على Change PIN لتغييره. يجب أن يكون كود PIN الخاص بك معقدا، قم بتكوينه من أرقام مختلفة مرتبة بترتيب عشوائي وهذا يجعل من المستحيل تخمينه. لا تستخدم كلمة المرور نفسها بنفس الرقم مثل 88888. عليك أن تربط عملية تأكيد تسجيل الدخول باستخدام مسح الوجه أو بصمة الإصبع في قسم Face ID / Touch ID. هذا هو النمرة 1. ثانيا إعداد تأكيد المعاملة. إعداد تأكيد المعاملة باستخدام مسح الوجه أو بصمة الإصبع سيؤدي إلى حمايتك بشكل أكبر، وحينها لن يتمكن أي شخص من إرسال التوكنز من محفظتك. من أجل تمكين تأكيد المعاملة انتقل إلى قسم Security. يرجو الانتباه إلى أنه لتفعيل هذه الميزة يجب أن يكون لديك PIN كود أو Face ID أو Touch ID تم تثبيتهم بالفعل في سمارت والت خاصتك. بعد تثبيتهم يمكنك تفعيل هذا الخيار، أدخل كود ID، Touch ID، Face ID أو PIN الذي تعينه مسبقا، ثم انقر فوق شريط التمرير Transaction Confirmation. إضافة إلى ذلك نذكرك بأهمية الانتباه جيدا إلى العبارة الاستذكارية التي تحصل عليها عند إنشاء المحفظة. لا تحفظها في الوساطة الرقمية في الملاحظات على هاتفك أو على سطح مكتب الكمبيوتر الخاص بك، ولا تشاركها مع أي شخص. الطريقة الأفضل والأكثر أمانا هي كتابته على ورقة وإخفاؤه بشكل آمن. هذه القواعد البسيطة التي تحدثنا عنها في هذا الدليل تساعدك في حماية الأموال، لذلك شاركها مع المتقدمين الآخرين لنظام ألتيما الإيكولوجي. شكرا لك.